عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المحيي عبد الله من مدينة دار البيضاء الحي الحسني ابن المتغيب. المرجو من الإخوات الكرام المساهمة في نشر هذه السور للرجل المتغيب عن بيته لما يقارب 8 أشهر ولم يعد لحد الساعة. آملنا أن تساندنا للعثور عليه، وذلك بنشر هذا الفيديو وتعميمها لجميع أصدقائكم حتى يتكثف البحث، والله لا يضيع أجر المحسنين. معلومات عن المتغيب: اسمه المحي صالح بن موحى الملقى بالمعلم صالح، في العمر ديالو ما يقارب 88 سنة، يسكن في دوار إيمين تغريست جماعة تيديلي دائرة أي تورير إقليم لحوز مراكش. وملي خرج كان خرج من عند الأخت ديالي في دوار عين جديد ملاعب لغيات، من تما لحد الساعة انقطعت الأخبار ديالو. وكان تينسى شوية، كانت تجي بعض المرات كتجي واحد مرض ديال مرض النسيان، متيعقلش على بنادم بزاف. والمعلومات اللي يمكن إنسان يتعرف عليه، أخوتي المغاربة اللي شافوه راه عنده واحد الصبع الكبير ديالو قطع عليه الصبع، الراس ديال الصبع ديالو، هذه هي العلامة اللي يمكن إنسان يتعرف عليه. أما لحد الساعة إنسان تغيب 8 أشهر وما يزيد، ما عرفناش الحالة ديالو كيفاش ولات، ما عرفناش فين تينعس، واش باقي في الحياة، الله أعلم شنو لحد الساعة شنو طرالو. وكنتمنى من جميع المغاربة اللي شافوا في أي مكان، ولا إلا كان شي جمعية أو دار المسنين، وكنتمنى اللي تعرف عليه يتصل بنا في هذه النمرة هذه 06 71 21 86 79، أو اللي يصوروا ويصيفطوا لنا في الواتساب ديال هاد النمرة اللي عطيت لكم دابا. جزاكم الله خيرا ولله التوفيق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.